سريعا تسير العملية السياسية في ليبيا أسبوعان منذ انتخاب هيئة تنفيذية جديدة. المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يبحث مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لب المرحلة الانتقالية. يريد الجميع تذليل الصعوبات أمامها والقضاء على كل عراقيل تحول دون إجرائها. نقش أيضا دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق مخرجات حوار جنيف. مدعومة العملية السياسية في البلاد خارجيا كما تبدو، الجوار يظهر نواياه الحسنة لإتمام انتخابات المرحلة المقبلة. في القاهرة بحث رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة ملفات مشتركة مع مسؤوليها، مستعدة مصر لتقديم خبرتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، يقول الرئيس المصري. الطرفان بحثا تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة الانتقالية في البلاد، وأرسلت بعض رسائل التعاون بعودة حركة الطيران بين البلدين. غير بعيد عن القاهرة يحل دبيبة في طبرق شرقا، يقول مكتب الحكومة الليبية، سبقه إليها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. قد لا تغيب زيارات مماثلة طيلة المرحلة، وجمر الأزمة خلال سنواتها العشر أحرق الغرب كما الشرق، يرى العارفون أنه لابد لخراطيم إخمادها أن تعبر المسافات نفسها.